الارتريون فذائع لا توصف على سكان بلدة تبرقنت التي تتواجد في تقراي الوسطى في الرابع والعشرون من أكتوبر عام 2022 السيد برهان قبرولد هو مقيم في قرية راهيا التي تتواجد في بلدة دبرجننت وفقد برهان شقيقه بسبب قتل الغير الإنساني على أيدي الجنود الإريتريين وقال لنا برهان أن الجنود الإريتريين لم يقتلوا شقيقه قبر سلاسف حسب بل أحرقوها أيضا حاوي من أسمن أسين عمالتي. سمو قبر قبر الجنود الإرتريين لم يقتلوا أخي فقط وكما ترون هناك بقايا خشبية هنا استخدموا مخزن الذخيرة الخشبية لإشعال النار على جثته ولم يكن لأخي أي انتماء لأي حزب سياسي ولقد كان مجرد مدني بلاينش قبر مدهن هي جارة قبر سلاسي وشاهدة عيان على الجريمة تقول أنها رأت حريقا واعتقدت في البداية أنه كان منزل قبر سلاسي يحترق لكن اكتشفت لاحقا أنه كان قبر سلاسي ذاته الذي كان يحترق إنها تتذكر ذلك اليوم المروع على النحو التالي اندلع حريقا وعندما رأيت ذلك خرجت من المنزل معتقدة أن منزل قبر سلاسي كان يحترق ثم رأيت أنه لم يكن منزله لقد كان جبرس سلاسي ذاته من يحترق وفي وقت لاحق ذهب ثوري إلى المنطقة التي تركت فيها بقاياه أصدر الثور صوتا لذلك تابعته ومن ثم رأيته هناك لقد كان مشهدا مروعا تم حرقه وكان رأسه مستلقيا هناك متجها للأعلى تم حرق بقية جسده بالكامل تخل ياكوب وأبا هما الزوج والزوجة اللذان فقدا اثنين من أبنائهما في اليوم ذاته أخبرونا أن أبنائهم غادروا المنطقة لإنقاذ أرواحهم من الجنود الإيرتريين واختبأوا في منزل عمهم القريب ويقولون أن القوات الإريترية عثرت على أبنائهم وقتلوهم تاركين تخلو أببا دون أحد ليرعاهم ذهب إلى, ذهب إلى منزل عمه لإنقاذ حياته عثروا عليه هناك وأخذوه خارج المنزل وقتلوه ومن ثم سألت زوجتي أحد الجنود عما إذا كانوا أبناؤها قادمون قال لها دون تردد إنهم قتلوهم ومن ثم سقطت وفقدت الوعي ثم بعد مغادره الجنود جاء اصدقاؤهم واخبرونا ان كلاهما قد ماتوا بالفعل. كل اعتادوا ان يفعلوا كل شيء من اجلنا، اعتاد ابننا على الاعتناء بنا، كان مزارع، كان يحرث ارضنا الزراعيه ويحصدها، ويقوم بجميع الاعمال المنزليه ويطعمنا، والان لم يتبقى لدينا احد تم اخذ ابنائنا من قبل الطباعه النهاريه كان يعيلنا اخذوه بعيدا عنا